Phénomène. Phénomène. صباح النور يا نوس. صباح النور والسرور والطاقة الإيجابية والزين والوهرة. لا والله الطاقة الإيجابية تو باش تجيب لنا طاقة إيجابية، أنا متأكدة في الطاقة الإيجابية اللي تو معانا، متأكدة منها. بالحق تعبنا من العارك وقالي وقلت لك وشدين شعر و... والله والله ما تجيك من بعد في التسكير تعرفي من الجمجك ما تقوليش حاجه معطي لي من الصغر قالت والاخرى وقال قلت لها وجبت لها هاني باش نبدا لك بحاجه مزيانه هات نبداو بالمزيان عندنا شكون معنا في التليفون قبل التليفون غنقدموا كيك التليفون باش نحكيوا على جديد الفنان التونسي سفيان صفته ولا زاد الفنان الليبي ابراهيم الحسناوي جاوا في جديد مع بعضهم ديو ياسر مزيان اسمه اهل الخير انا الكلمه بركه جبدتني كما قلت انت يعني حاجه ياسر بوزيتيف نحب نشكروا انا واحده من نحب نشكر صفيان صفته يعني على الديو هذايا باش نسالوه الناس نسوا نحن علاش الديو هذا وعلاش اختار ليبيا بالتحديد هذا كل يجاوبنا عليه البوغوس الفنان الصديق الغالي صفيان صفته معنا بالتليفون هو صباح النور صفيان اي معانا هاي صباح الفل والياسمين وان شاء الله ان شاء الله يا رب يكيفكم مزيان وان شاء الله ايامكم عايز يا رب اسمع ما نعرفش علاش والله تعرف علاقتنا ذيك حاجه اما كي نقول سفيان صفته هكا سيف بحر جو ما فهمتش علاش مربوط خلي من الرقي جايين الرقي اما مربوط بالسيف لا فيستا هكا فهمتش علاش ها عندك علاقه بالسيف ديما انا ماشي في دي زون بوزيتيف دونك هذاك نرى اللي دور الفنان اليوم في ظل هال ما نعيشوه من ستريس ومن مشاكل ومشاكل طالت حتى الامتحانات والدنيا انت كنت نسمع معناتها فريمون ربي بقى علينا الستر دونك لو رول نتاعنا انه نعطيو حاجات دي زون بوزيتيف وراهو بوتيتر الغنية تنجم تبدل لك مود متاع نهار كامل تحط غنية صباح اللي كابابل باش تعطيك ذكريات دي سوفينير معناتها يفو با جوي افيك لا شونسون الفن اون جينيرال راهو ماهوش تفدليك معناتها سي با ان ميتي هكا على فوغليت معناتها لا الغنية راهو عندها بالضبط الرول نتاعها ونحب نقول لكم انه في الوقت الستينات والسبعينات معناتها كما نقولوا في وقت بناء الدولة الوطنية بورقيبة الله يرحمه كان برمي معناتها الحاجات اللي عملهم انه خلق ديزوبجيكتيف للغنية معناتها وقت اللي يجي للتلفزة الوطنية التلفزة الوطنية كانت تطلب من عند الفنانين اغاني صباحية دونك الناس تلحن وتكون فما مواضيع اغاني صباحية هيك علاش كان فما بارشا معناتها دي شونسون في الجو هذايا اغاني وطنيه اغاني على كل جهه تعرف انت جهه نابل غنت لها الذكرى معناتها الله يرحمها النعمه جهه قفصه قسري مستير دونك الدوله كانت فايقه بالرول حتى التربوي كان فما اغاني يعلموا الناس حتى كيفاش يمشيوا في الشارع يعلموا الناس كيفاش تلبس دونك سفيان مشيت انت في الـ في الـ في الاتجاه هذا اتجاه انك تبني فكره تبني قيمه تبني هدف شوف انا اجي نسالك حاجه انا علاقتي بالفن مش علاقه انه اليوم يلزمني نعمل الاغنيه كي كرتون باش نمشي نتعدى نخدم بها عروسات ولا مهرجانات اتفقت لا انا حنا تو لو كومبا اليوم عمره 20 عام 20 عام بور غاردي معناتها نفس لي زونت بوزيتيف راهو يطيح ساعات المورال كي نفس ساعات يصيروا دي مومون دو دوت لكن الحمد لله ما تطويلش الفتره واحد يخلق نفس جديد ويلترمين معناتها 20 سنه ويترمين دون لي ميم سوجي اللي بديت بهم اول اغنيه نذكر عالم جديد تحكي على نفس بلوز او موان سي لي ميم سوجي نتاع الاغنيه الاخرانيه دونك هذا هو اللي معناتها نوسة تحب تسألك راهي تعرف تجرب عندها برشا أسئلة ورقة يظهر لي خلي تسألك خلي تخطو على جديد على جديد عالم الريجي هذا اللي في صفيان أنت صديقي وخويا في الدنيا ما خويا نخدم على روحي يعني.
متفاهمين ذا سامحني نوسه والله توا باش نسكت ونجاوب كيما يسمعها بلي كيما التلميذ يا باهي كيما التلميذ باهي الامتحان بدا يلا زيرو زيرو عندك انت باهي ايا قول لي صفيان انت علاش اخترت يعني تعمل ديو يعني مع ليبيا يعني هو الفنان الكبير ابراهيم الحسناوي هو اول فنان يعني في ليبيا يعمل ريجي واللي هو اصلا جاب الريجي الليبيا لكن انت علاش اخترت يعني ليبيا يعني تنجم تكون خاطر باش ما تصرفش يعني معروفين يعني ليبيا هما يصرفوا كل شيء يعني يتكلفوا لك بكل شيء وانت كسي بون لقيت برودوي حاضر ساق على ساق وجاوك باهي شو مشوم جايب هكاك قبل كل شيء فضحتني يعطي نعم اللي انا جي كاسي لي كود هذوما الكل ابراهيم الحسناوي كان ضيف تونس دونك من العار علينا ان ندخلوه في المنطقه نتاع الحسابات نتاع الفلوس ما صرفش انت بركه صرفت تحب تقول لي ابراهيم الحسناوي كان ضيف تونس وكان البارتي نتاعو اللي حب يشارك بها البارتي نتاع تصوير الكليب دونك هنا انا يكون لي شرف اني ننور بلادي انه هذا يكون اون فاكاسي لي كود انه وقت اللي واحد يلقى فنان ليبي ولا منتج ليبي ولا منتج خليجي معناتها يكون بون هو حلقة أخذ وعطاء سيفري لكن ما نحبش أنهم يقولوا أنه سفيان صفتا يستغل في لا هذا ضيف تونس إن شاء الله الأغنية الجاية اللي باش تتصور في ليبيا هو إبراهيم باش يتكلف أكثر من معناتها باش نكونوا ديما 80 60% أنه وقت اللي أنا نمشي بحذاه هو يتكفل أكثر يعني أنت تكلفت يعني تكفلت اللي هو في تونس سي صفيان اكزاكتومون ينورك في وسط البلدان العربيه لا بيان سور هذه اقل حاجه وحاجه اخرى حبيت نقول لك انه اختيار ابراهيم الحسناوي صدقني كان صدفه في صدفه ابراهيم مختار انه الموزع الكبير نادر شريف نسلم عليه برشا نادر على الاخر معناتها خدمته حلوه وكل شيء دونك اختاروا ونادر شريف هو اللي في نفس الوقت قاعد يوزعني في ثلاثه اغنيات وباش يخرجوا ما بين حلوه ياسر الاغنيه صفيان حلوه برشا وان شاء الله من بعد باش نختموا بها فرق فقره في نوما باش نزربها باش ما تحليش في المشاكل اي لا والله اللي ما زر شويه برشا خليها لا مازلنا يا ريت محليه ما تصلح معايا لا معناها نحكيك على الاخبار اللي من بعد خاطر نحبوا نسمعوا الاغنيه ماذا بينا نسمعوك نسمعوا الاغنيه اليوم باهي اسمعني صفيان يعني مادام هو ما صرفش وكل شيء يعني نحن شفنا الكليب يعني تكنيك ما مزيان تالوناجو مزيان تصويره يعني فيه فلوس قداش عندك من سبونسور في اللوح ما تسميهم ليش بيان سور اما قداش عندك من سبونسور في الكليب اللهم لا حسد بيان سور إبا نعلمك اللي انا السبونسور الوحيد اللي شاهم معانا نجم نقوله لك لا اللي ما تقولش قولوا لي بعد في البريفي ماهوش مخلصنا في راديو مات انت سمعت قلت لك امي امي تفضل ربي يفضلها ربي يفضل ربي يفضل ما تصدقش انا عمري 45 سنه امي مازالت مسكينه تكركر فيا وتكركر في الهدال نتاعي أما المرة هذيا نقول لكم حاجة وقت اللي خرجت الأغنية نحب عمري أمي ما عنقدني كيما قالت لي قد ما تخيلت ليماج باش تخرج هكا ولا ما حلاه لك ما قد ما حكيت لي ما كنتش نتصور لي هكا قالت لي حلال عليك وإن شاء الله يا ربي يعوض عليك أكثر وأكثر مشكلة كبيرة هذه ما عندناش برودكسيون ما عندناش ديسبونسور يتحطوا على برودوي مزيان فنان كبير كيما صفيان يعطيك الصحة واسم اللي معاه إبراهيم الحسناوي حاجة معناتها برشا يتخايبوا اني تحصلت على تمويل معناتها من سياره تونسيه صدقوني كان تعامل معاهم معناتها اميكال اكثر واحد معناتها جوست خذينا الكهرباء وصورنا بيها مع خذينا برافو صفيان ان شاء الله ربي يوفقك صفيان الف 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 مبروك ربي يفضلك ميرسي السؤال نسكروا بيها نسكر اخر سؤال مع نوس اخر سؤال بيه صفيان توا انت اليوتيوب نتاعك عنده 14 سنه يعني من مؤسسين اليوتيوب في تونس شاهنا باينه علاش عندك اكثر فيديو عامل 320,000 اللي هو صغير صغرون بيان سور يعني انا عملت عليه فيديو مشاركه نوس عزيز هذايا نامبوزيني اما علاش هذاك اكثر فيديو عامل ثلاثة وانت عندك 14 سنه روح على اليوتيوب المشكله منين منك منين نقول لك حاجه لا مني انا هات نفسر لك حاجه هما الحياه هذوما يا نوسة سيدي شوا وتعرف انت الايامات الاولانيه نتاع اليوتيوب كان اغلبيه الوقت اليوتيوب كان يطلب اكثر بوز وكل شيء انا في البريود هذيك
كنت مركز برشا مع عائلتي، ونعتبر انه الشوار اللي عملته هو شوار صحيح. انا كي راس اندورا 11 سنه ما شاء الله عليك سونتي معناتها ما حرقت لها حتى فتره من حياتها. كنت نجم جوي لاستاغ ونختار حياتي الفنيه، لكن ما تعيش حتى سوفينير مع ابوها. نهار اخر فما فنانين معناتها اولادهم ما يعرفوهمش حتى فن قسم يقرا. انا نقوم الصباح نوصل نهز نشري الحليب ما شاء الله نشري عايش لي دو كاسكيت ان شاء الله. انا اخترت لافامي والموزيكا ماهيش هاربه، هني اليوم معناتها موجود نعرف الريتم. كنت نجم نعمل ما اكثر بتيتر كان جيت عازف. برافو سفيان. سفيان انا فيغ دو توا فريمون، مفتخرين بيك. انا دايوغ عندي شرف نهار الكليب عرضتني في البريسينغ احلى بسمه تذكر محليه ولا صدق وحكيت لك برجولي سلمى لبس سؤال. انا بسالك سؤال، شفت فنان واحد العمل كيما حكيت لك فوق الخيال. انا عرفت نستنيت بكل شوق وتبعتك وبعثت ليلي انت دوبا ما حضرت. الف مبروك على خويا ان شاء الله. ديما مبروك يا سفيان. ربي يا ربي ان شاء الله باش نسمعوها بعد شويه ان شاء الله ديما نسمعوها على راديو مات. ميرسي. العمل الجاي يكون مع فوفا يا ربي يا ربي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي. فوفا اللي هي وفاء بوكيل يا جماعه تحيه ليك ونورتنا يا غالي في راديو مات. مرحبا يعطيك الصحه. ربي فضل عمار والوالده. ميرسي. عايش خويا الغالي سفيان الغالي ربي يفضلك يهبل. جوست نحب نذكره اللي هو اخراج انيس حمامه، كلمات جابر مجبري سامحني، الحان سفيان صفته وابراهيم الحسني، ويقول لهم برافو على الكليب. كلمات ياسر مزيانه تعطي برشا توزيع نادر. توزيع نادر نادر الشيف يعطيك الصحه. محلاه العمل والله ياسر فيش برشا طاقه ايجابيه. باش ما نقولوش قالوا لنا الاولاد باش ما نقولوش راهو. نحب نقول حاجه على مسؤوليتي، مرحبا بكل عمل راقي، مرحبا بكل فنان تونسي يخدم تعب، مرحبا بيه. اكيد ان شاء الله الصيف نعملوها جو ترتيحه مع الفنانين ومهرجانات عاد جايه. انا نهار هاك نهار تعبنا هي ونهار نرتاحوا نحن. انا باش نجيب لك التعب. يلا كمل اختم باش نسكروا سفيان باش نسكروا بالممثل ياسين بن قمره. تقدم بشكايه المحكمه الابتدائيه بتونس. علاش فما شكون هبط له يعطيك صحه ثلب تصاوروا فيديوهات تسجيلات في المهم توقف نهار السبت في العوينه. حضروا له الدوسي نتاعو الشخص هذايا باش يتعدى على القضاء. تعدى على القضاء وتعدت فيه بطاقة إيداع بالسجن.